الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاستكملوا وإياكم أيها الإخوة والأخوات ما بدأناه في الدرس الماضي من شرح لكتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. سم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أمة سفهاء. قال المصنف رحمه الله: عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي أمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم أو الشأم، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. والأغيلمة أيها الإخوة تصغير لا ليس غلام لا تصغير من الجمع اللي هو الغلمة، والغلمة جمع غلام. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ما وقع من الفتن في صدر هذه الأمة في وقت الصحابة رضي الله عنهم. والغلام أيها الإخوة هو ما بين الولادة إلى الاحتلام، يطلق على الولد أو على الصبي يطلق عليه ماذا؟ يطلق عليه الغلام. فهل كان في الصدر الأول من تولى على المسلمين قبل الاحتلام؟ الجواب لا. إذن ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قيل إنهم في عقولهم كالغلمان، يعني إنهم في عقولهم كصغار السن. وقيل أن إنهم غلمان بالنسبة لمن؟ بالنسبة لكبار السن، وإلا هم في حقيقتهم ليسوا غلمانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوع الفتن في صدر هذه الأمة، فإذا وقعت الفتن في صدر هذه الأمة فغيرهم من باب أولى. مناسبة هذا الباب لكتاب الفتن. اكتبوا أيها الإخوة: قوله رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. الأغيلمة تصغير غلمة، الأغيلمة تصغير غلمة، والغلمة جمع غلام. والغلام يطلق على الصبي منذ أن يولد إلى الاحتلام. والغلام يطلق على الصبي منذ أن يولد إلى الاحتلام. مناسبة هذا الباب لكتاب الفتن:
جاء المصنف بهذا الباب والله أعلم ليبين وقوع الفتن في صدر هذه الأمة، ليبين وقوع الفتن في صدر هذه الأمة. وش معنى صدر هذه الأمة أيها الإخوة؟ يعني أول هذه الأمة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليبين وقوع الفتن في صدر هذه الأمة، فإذا وقعت الفتن في صدر هذه الأمة فغيرهم من باب أولى. فإذا وقعت الفتن في صدر هذه الأمة فغيرهم من باب أولى. هذا وش يحملنا عليه أيها الإخوة؟ إذا علمنا بذلك هذا ماذا يحملنا على ماذا؟ إذا علمنا أن الفتن وقعت في صدر هذه الأمة وغيرهم من باب أولى، هذا وش يحملنا عليه؟ على الخوف من الوقوع في ماذا؟ على الخوف من الوقوع في الفتن. يعني إذا كانت الفتن وقعت مع توافر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بزماننا هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. سم. قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ بالعراب من شر من قلق ترق. قال المصنف رحمه الله عن زينب بنت جحش رضي الله عنهم عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، وإذ بالعراب من شر من قلق ترق. فتح اليوم من ربي يأجوج ومأجوج هذه، وعقد سفيان 90 أو 100 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. قال المصنف رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أم من أرقام المدينة فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر العرب من شر قد اقترب، التي هي ماذا؟ شرور ماذا يا أخوان؟ شرور الفتن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على نوع من أنواع الفتن أو مثال من أمثلة الفتن، ما هو في الحديث؟ فتنة يأجوج ومأجوج، نسأل الله السلامة والعافية. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. في الحديث الآخر قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، أطم المكان المرتفع وقيل الحصن، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. مناسبة هذا الباب أيها الإخوة، إذا كانت الفتن وقعت على العرب وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل فيهم القرآن وبعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وقعت عليهم الفتن فغيرهم من باب أولى. اكتب يا أخوة. قوله رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. مناسبة الباب جاء المؤلف بهذا الباب والله أعلم ليبين وقوع الفتن، رحمكم الله،
ليبين وقوع الفتن على العرب. الذين بعث منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن بلسانهم. وأكثر الصحابة منهم. وغيرهم من باب أولى. أو فغيرهم من باب أولى. وفي هذا الباب أن الفتن تقع مع وجود الصالحين، وكما تقدم أن نزول الفتنة تكون عقوبة لأهل المعاصي، وتكون ابتلاء وامتحانا لأهل الإيمان. سم. قال المصنف رحمه الله: باب ظهور الفتن. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتضرر الزمان وينقص العمل وينقش الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، ايما هو؟ قال: القتل. وقال شعيب: ويونس والليث وابن اخي الزهري عن الزهري عن امي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: عن شقيق قال: كنت مع بلال وابي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بين يدي الساعه اياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. قال المصنف رحمه الله: عن شقيق قال: جلس عبد الله وابو موسى فتحدثا، فقال ابو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله: والهرج بلسان الحبشة القتل. عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه؟ قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أحاديث متقاربة في بيان ظهور الفتن، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل أو العلم في الرواية الأخرى، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل. القتل أو أيما هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القتل. القتل. هذا الحديث أو هذا الباب عقده المؤلف أيها الإخوة لبيان أعراض أو بعض أعراض الفتن،
متى تظهر الفتن؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تظهر إذا قل العلم، وإذا قل العلم ما الذي يتبعه أيها الإخوة؟ أن يقل العمل، وإذا قل العلم وقل العمل تقارب الزمان. ما معنى يتقارب الزمان؟ أهل العلم لهم أقوال في ذلك، فمنهم من يقول أن معنى يتقارب الزمان أي تقل بركة الزمان، بمعنى أن الإنسان يصير لا يحس بماذا؟ لا يحس بالوقت ولا يحس بالإنجاز في الوقت. وهذا أيها الإخوة يكاد يكون اليوم عندنا ملموس لمس اليد، نسأل الله السلامة والعافية. يعني صار اليوم صارت السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل يتقارب الزمان يعني أنه تقل بركة الوقت لفساد أهله والعياذ بالله، أنهم يكونون من شرار الخلق، نعوذ بالله من ذلك. ومن أعراض الفتن يكثر الهرج، والهرج أيها الإخوة في أصل اللغة هو الاختلاط والاختلاف، هذا في المعنى العام، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالهرج شيء معين، ألا وهو ماذا أيها الإخوة؟ القتل. أنه إذا وجدت الفتن في الغالب مش يكون معها؟ يكون معها القتل وانتشار وظهور القتل، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو المشاهد اليوم أيها الإخوة، كل هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم نشاهده ونسمعه، بل ونكاد نلمسه لمس اليد. صلى الله عز وجل أن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اكتبوا أيها الإخوة. قال رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. مناسبة الباب، جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب والله أعلم ليبين بعض أعراض الفتن، وأسبابها، ومن ذلك قوله يتقارب الزمان، والمراد بتقارب الزمان قيل نزع بركته، قيل نزع بركته، وقيل فساد أهله، ومن ذلك نقص العلم والعمل وهما متلازمان. ومن ذلك أن يلقى الشح، ومعناه انتشار البخل، ومعناه انتشار البخل وهو عام
في كل أنواع البخل، وهو عام في كل أنواع البخل، كالبخل بالمال، كالبخل بالمال أو العلم أو الجاه أو الجهد أو الوقت. ومن أعراضه كثرة الهرج، ومن أعراضه كثرة الهرج. والهرج في اللغة هو الاختلاط والاختلاف، هو الاختلاط والاختلاف. وأما في هذا الحديث فقد بين معناه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه القتل، قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. فيه بيان أنه كلما قرب وقت الساعة، أنه كلما قرب وقت الساعة ازداد ظهور الفتن. كلما قرب وقت الساعة ازداد ظهور الفتن. وفي هذا الباب من الفوائد أن الفتن تدفع بالعلم، والعمل، وأنه يجب في الفتن البعد عن القتل، البعد عن القتل، وفيه ذم البخل بجميع أنواعه. وفيه ذم البخل بجميع أنواعه لا سيما في أيام الفتن. قال المصنف رحمه الله: باب لا يأتي زمان عند الذي بعده شر منه. قال المصنف رحمه الله عن زبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكرنا إليه إننا قال من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف:
المصنف رحمه الله عن ابن بنت الحارثة الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة منتزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يضل صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا والذي أو إلا الذي بعده شر منه. جاء المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب ليبين ماذا أيها الإخوة؟ مثل ما تقدم، ليبين أنه إذا كانت الفتن وقعت على من؟ على صفوة الخلق، فإن غيرهم من باب أولى. وإذا كان الناس ابتلوا بشرار الخلق في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلوا بمن؟ بالحجاج. الحجاج قتل خيرة زمانه، قتل عبد الله بن الزبير وصلبه، وقذف مكة والكعبة بالمنجنيق. ومع ذلك لما أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وشكوا إليه ما يجدونه من الحجاج، وش أمرهم به؟ بالصبر. وفي هذا بيان على أن الصبر من أعظم أسباب النجاة من الفتن. ومما يستفاد من هذا الباب أيها الإخوة أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن الانشغال حين الفتن بعبادة الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن خروج الفتن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين. في هذا إشارة إلى أن انشغال الإنسان بعبادة الله عز وجل في وقت الفتن أنها من أعظم أسباب النجاة منها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. لا إله إلا الله. إذا رأيت الناس وقعوا في الفتن، صار بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فاجتنب ما وقعوا فيه من الفتن، وانشغل بأي شيء؟ انشغل بعبادة الله عز وجل، انشغل بالتعلم، انشغل بالتعليم، انشغل بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، بالصلة، بالبر. والانشغال بهذا الأمر يجنبك بإذن الله تعالى الفتن ويجنبك أهل الفتن. اكتب يا أخوان. قوله رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. جاء المؤلف بهذا الباب والله أعلم تأكيدا لما تقدم وهو وقوع الفتن في الصدر الأول، فغيرهم من باب أولى. قال أهل العلم إن هذا الحديث من العام المخصوص. قال أهل العلم إن هذا الحديث من العام المخصوص، أي قد يوجد في بعض الأزمان ما هو خير مما قبله،
قد يوجد في بعض الأزمان ما هو خير مما قبله، كزمن عمر بن عبد العزيز، كزمن عمر بن عبد العزيز، وكزمن المتوكل بعد زمان من أظهر خلق القرآن، ومما يستفاد من هذا الباب أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن أمران، أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن أمرين: الأول الصبر، كما قال أنس: اصبروا. الثاني الانشغال بالعبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. معنى الهرج؟ يعني وش معنى الهرج؟ تقدم القتل، يعني ظهور الفتن. العبادة في الهرج كهجرة إلي، ويدخل في ذلك التعلم والتعليم ونوافل العبادات، من الصلاة والصيام والصدقة والبر والصلة. وعن أبي هريرة سمع. وعن معمر عن همام سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيضع في حفرة من النار. وعن سفيان قال: قلت لعمرو: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بلصالها. قال: نعم. وعن جابر أن رجلا مر بالمسجد
أصولها فأمر أن يأخذ من أصولها لا يخرج مسلما. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نمل فليمسك على نصالها، أو قال فليقلط بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. المؤلف رحمه الله تعالى لما بيّن أن من أعراض الفتن ظهور ماذا؟ ظهور القتل، جاء بهذا الحديث ليبين ماذا؟ ليبين جواز القتل، صح؟ يعني هو بيّن أن من أعراض الفتن ظهور القتل. طيب هذا الباب ليبين ماذا؟ ليبين تحريم الدخول في هذا القتل، وأن الإنسان ماذا؟ يحمل السلاح على المسلمين. بمعنى ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح؟ شو المراد به؟ يعني حمل السلاح بمعنى أنه يقتل المسلمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم القتل فقط، بل حرم وسائل القتل حتى لو لم يتعمد الإنسان ذلك. لاحظت؟ يعني البخاري رحمه الله تعالى يقول لك في أيام الفتن يحرم عليك ماذا؟ يحرم عليك القتل، ويحرم عليك كل ما يؤدي إلى القتل ولو لم تقصده. طيب وش يدخل في ذلك؟ يدخل في ذلك التحريض. يعني في بعض الناس اليوم جبان لا يدخل في القتل والقتال، لكن وش يفعل؟ يحرض الناس والعياذ بالله، ويدفعهم للقتل والقتال، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الإنسان إذا دخل المسجد ومعه سهام أو رماح أن يمسك بنصالها، ما هي النصال؟ النصال جمع نصل، والنصل هو حديدة الرمح أو السهم. السهم في أوله ماذا؟ حديدة حتى يمكن أن يخترق البدن، وكذلك الرمح خشبة في أولها ماذا؟ حديدة. فإذا دخل الإنسان المسجد ومعه رمح أو سهام فإنه يمسك بنصالها حتى ماذا؟ حتى ما تجرح المسلمين. طيب انظروا، يعني المسلم مأمور أن يحتاط في ماذا؟ في دماء المسلمين، فضلا عن أن يحرض على دمائهم، فضلا عن أن يباشر بنفسه القتل والقتل. أين هذا أيها الإخوة؟ وهذه الأحاديث من ما يحدث اليوم بين المسلمين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الفتن في صحيح مسلم: حتى لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله السلامة والعافية. وللأسف لما مرت ما يسمى عندنا بما يسمى بالربيع العربي، صار الكثير من المتسمين بالدعوة أو العلم نسي كل أحاديث ماذا؟ كل أحاديث الفتن، كل هذه الأحاديث كأنه ما يعرفها، وبدل أن يعمل بالاحتياط في دماء المسلمين وش فعل؟ حرض وسهل. بعضهم يقول: ما المشكلة لو مات مليون مليونين ثلاثة؟ هكذا يصرحون، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجب علينا الاحتياط في أن تدخل بالسهم في المسجد، أن تمسك بماذا؟ بنصال السهام، لا تجرح إخوانك المسلمين. انظر الفرق بين هؤلاء وبين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبوا يا أخوان. قوله رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. مناسبة الباب حمكم الله، جاء المؤلف بهذا الباب والله أعلم
المؤلف بهذا الباب والله أعلم، بعد أن بين أن من أعراض الفتن ظهور القتل جاء بهذا الباب ليبين تحريم دم المسلم، بل تحريم كل ما يؤدي إلى سفك دم المسلم ولو بغير قصد. بل ما يؤدي إلى قتل المسلم ولو بغير قصد. ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل السلاح على المسلمين أي رفعه عليهم لقتلهم أو جرحهم، رفع السلاح على المسلمين لقتلهم أو جرحهم، ومنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يشير المسلم على أخيه بالسلاح ولو لم يقصد قتله. لا إله إلا الله. يعني شوفوا، يعني مو بس أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا حمل السلاح بقصد الإيذاء، بل يحرم علينا رفع السلاح على المسلمين لو من باب المزاح، من باب الإشارة. إيش قلنا؟ ولو لم يقصد قتله. ومن ذلك الأمر بالإمساك بنصال السهام لمن دخل بها المسجد. ومن ذلك الأمر بالإمساك بنصال السهام لمن دخل بها المسجد لئلا يصيب أحدا من المسلمين. إذا عرفت ذلك اكتب يا أخوان، إذا عرفت ذلك فقارنه بطريقة، إذا عرفت ذلك يعني عرفت ما تقدم، إذا عرفت ذلك فقارنه، من باب المقارنة، فقارنه بطريقة
فقارنه بطريقة دعاة الثورات، فقارنه بدعاء بطريقة دعاة الثورات والجهاد غير الشرعي. قوله رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن من أعراض الفتن ماذا؟ القتل، ثم بين النهي عن القتل، بين بعد ذلك التغليظ في أمر ماذا؟ في أمر القتل، حتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر. يعني هذا من التغليظ في ماذا أيها الإخوة؟ من التغليظ في دماء المسلمين. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والمراد بالكفر هنا أيها الإخوة ماذا؟ الكفر الأصغر. لكن طريقة أهل السنة في مثل هذه الأحاديث إذا تليت للتحذير ألا تفسر، لكن نحن الآن في باب التعليم، وإلا حينما تأتي وتقبل الفتن ينبغي للطالب العلم والداعي حينما يأتي بهذه الأحاديث التي فيها التغليظ على مثل هذه المعاصي ألا يفسرها. لماذا؟ حتى تعظم في قلوب من؟ تعظم في قلوب الناس. لكن لو جاء الإنسان يريد أن يحذر من الفتن في وقت نزول الفتن والقتل وقال لهم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكن يقول لهم: ترى لكن ليس هذا الكفر ايش؟ الأكبر. وش يكون النتيجة؟ يكون النتيجة أنهم يتهاونون، وهذا عكس مراد الشريعة. الشريعة لماذا سمته كفرا؟ لتغلظ الأمر فيه. لذلك كان من طريقة السلف أنهم يقولون: أمروها كما جاءت في أحاديث الوعد والوعيد، يعني لا تفسر، أي لا يتم التفصيل فيها، حتى ماذا أيها الإخوة؟ حتى لا يتهاون فيها، لا يتهاون فيها الناس. اكتب يا أخي. قوله رحمه الله تعالى، اكتب يا أخي: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مناسبة الباب، والله أعلم،
قولنا والله أعلم في إشارة لأي شيء يا أخوان، إن هذا شيء من باب الاجتهاد، يعني قد غيركم يأتي بمناسبة أفضل مما آتي به، أو قد يجد من المناسبات ما هو أفضل مما آتي به، فهي المسألة مسألة ماذا؟ مسألة اجتهادية، والأمر فيها واسع. والله أعلم، لما بين المؤلف حرمة القتل جاء بهذا الباب للتغليظ فيه، جاء بهذا الباب للتغليظ فيه، وذلك بنسبته إلى الكفر، وذلك بنسبته إلى الكفر، وقد بين العلماء أن المراد بالكفر هنا هو الكفر الأصغر، ولكن أهل العلم بيّنوا أن مثل هذه الأحاديث في الوعد أو الوعيد، أن مثل هذه الأحاديث في الوعد أو الوعيد لا ينبغي التفصيل فيها حين سياقها، لا يصح التفصيل فيها حين سياقها للترغيب أو الترهيب، لأن ذلك مما يضعف العمل بها، لأن ذلك مما يضعف العمل بها، لأن ذلك مما يضعف العمل بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفصل فيها حين الإخبار بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفصل فيها حين الإخبار بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لا ترجعوا بعدي كفارا، قال الصحابة تراني أقصد الكفر الأصغر؟ ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. لذلك قال السلف عن أدلة الوعد والوعيد، لذلك قال السلف عن أدلة الوعد والوعيد أمروها كما جاءت. لذلك قال السلف في أدلة أو عن أدلة الوعد والوعيد أمروها كما جاءت، أي انتهى كلامهم، أي يعني معنى كلامهم أي من غير تفصيل، أمروها كما جاءت انتهى كلامهم، يعني كلام السلف أي من غير تفصيل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها منجأ أو معادا فليرد به. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم
الشيء خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد من جاء أو معادا فليعذ به. نعم. قالوا رحمه الله تعالى: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائد. ثم ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ما معنى الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، هذا إخبار عن ماذا؟ عن وقوع الفتن والمستقبل. طيب، ما الواجب على المسلم أو ما حال الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني كلما ابتعدت عن الفتن كلما كان ذلك خيرا لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها، أي من تطلع، يعني من أحب الخوض فيها، من أحب الدخول فيها، ماذا تفعل به؟ تستشرفه. وش تفعل به؟ تجذبه ثم تصرعه، يعني الذي يتطلع للفتن سيقع في الفتن، نسأل الله العافية. لاحظوا، الذي يتطلع للفتن ويحب الفتن شو يكون مصيره؟ مصيره أن يقع في الفتن، وربما تصرعه الفتن وتهلكه الفتن، نسأل الله العافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: للنجاة من ذلك كله فمن وجد ملجأ أو معاذا، يعني يحميه من ماذا؟ من الفتن، فليعذ به، يعني ليحتمي به من الدخول في الفتن. اكتب يا أخوان. قوله: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. جاء المؤلف بهذا الباب والله أعلم ليبين وجوب التباعد، وجوب التباعد عن الفتن قدر الاستطاعة. وأن من صفات الفتن أن من تطلع إليها وقع فيها وأهلكته. وفيه مشروعية الفرار من الفتن، وفيه مشروعية الفرار من الفتن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به.
حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنه فاستقبلني ابو بكر فقال: اين تريد؟ قلت: اريد نصره ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا خرج المسلمان بسيفيهما فكلاهما من اهل النار. قيل: فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: انه اراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لايوب ويونس بن عبيد وانا اريد ان احدثاني به. كمل كمل. فقال: انما روى هذا الحديث الحسن عن الاحنف بن قيس عن ابي بكر فحدثنا سليمان حدثنا حماد بهذا وقال مؤمر حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الاحنف عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه معمر عن ايوب ورواه بكار بن عبد العزيز عن ابي عن ابي بكر وقال غندر حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي ابن حراش عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. نعم، نقف عند هذا ونكمل ان شاء الله تعالى قبل ان ننتهي، اجيب على ما بين يدي من الاسئله. لا اله الا انت سبحانك. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقول: انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول سحقا سق قل لمن بدل بعدي، فهل المراد بهم الصحابة؟ جاء في بعض ألفاظ الحديث أصحابي أو أصيحابي، وبين أهل العلم أن المراد بالصحبة هنا ليست الصحبة الشرعية، لأن الصحبة أيها الإخوة إما أن تكون الصحبة اللغوية وهي كل شخصين يقترنان بأي اقتران يطلق عليهم ماذا؟ أصحاب. ومن ذلك ذكر الصاحبين في سورة ماذا؟ سورة الكهف، قال له صاحبه وهو يحاوره. صاحبه في أي شيء؟ صاحبه يعني في القصة. وقد يراد بالصحبة الصحبة العرفية وهي دوام الملازمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتم لي صاحبي؟ يقصد من؟ أبو بكر الصديق. يعني طيب، هل أبو بكر الصديق هو الصحابي الوحيد؟ جواب لا. طيب، ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تركتم لي صاحبي؟ أي صحبة؟ الصحبة العرفية وهي طول الملازمة. الثالث الصحبة الشرعية. ما هي الصحبة الشرعية؟ هي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي، المراد ليس المراد به هنا الصحبة الشرعية، وإنما المراد به الصحبة ماذا؟ اللغوية، يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نسمع كثيرا بعض الدعاة لا سيما في هذه الأزمة الأخيرة أن حديث السمع والطاعة وعدم الخروج على الحكام في الحكام الذين يحكمون بالشريعة ويطبقونها في بلادهم، فما الجواب حفظكم الله؟ الجواب أيها الإخوة أن الصحابة حينما أوردوا الأحاديث هذه أوردوها على من؟ أوردوها في حق من؟ في حق أئمة الجور والظلم. طيب، أئمة الجور والظلم هل هم الذين يحكمون بالشرع أم الذين يحكمون بغير الشرع؟ لو كان يحكم بالشرع وش يكون، ظالم أم عادل؟ لو كان يحكم بالشرع لكان عادلا، لما قيل إنه ظالم وجائر. الظالم والجائر هو المسلم الحاكم المسلم الذي يحكم بغير شرع الله، هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرا وأمورا تنكرون. طيب، أمورا تنكرون في أي شيء؟ في الشرع، في الدين. طيب، هذا الحاكم الذي يأتي بأمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا ننكرها، هذه التي ننكرها من الشرع من الدين أو من غير الشرع من غير الدين؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لما قالوا فماذا تأمرنا؟ قال تؤدون حق الله الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فقوله من هذا فقط في من يحكم بما أنزل الله ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذات ألفاظها بالألفاظ ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ويردها طريقة من؟ طريقة الصحابة وطريقة السلف رضوان الله عليهم في التعامل مع أئمة الجور والظلم. بالكتاب الله يحفظكم. يقول من علامات الساعة تقارب الزمان، ومن علامات الساعة خروج الدجال 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر، فكيف لنا الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين تقارب الزمان أنه إن قلة البركة، يعني نزع بركة ماذا؟ بركة الوقت. هو 24 ساعة، لكن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن اليوم يكون ماذا؟ كالشهر، والشهر ماذا؟ كسنة. يعني اليوم يصير أطول من 24 ساعة. لذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وش قال؟ قال اقدروا قدرها. واضح يا أخوان؟ ففرق بين حديث تقارب الزمان اللي نزع البركة مع بقاء الوقت كما هو 24 ساعة، وبينما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج الدجال وأن اليوم يكون كأسبوع. المراد به أن اليوم يطول حتى تكون ساعاته أكثر من ساعات التي هي اليوم 24 ساعة. صلى الله عز وجل يعلمني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.